شعرها جميل جدا جدا وما اتأثرتش خالص. بس عايز اقول طبعا هو مجموعه الرجاله اللي هنا مش كتير قوي، المسانده من الرجل في الحاله النفسيه مهمه قوي. يعني الزوج لازم يكون سند قوي جدا جدا للمرحله دي، مش انه يعيط عليها، لا، انه يقول لها انت زي القمر، انت حلوه قوي، انت حلوه وانت من شعرك انت قمر. والله يعني الحاله النفسيه بتساعد كتير قوي قوي قوي، خصوصا من الرجل اللي هو صاحب الحق الاول للاستمتاع بيا. هو ده اللي يقول لي انت حلوه، مش هو ده اللي هينقصك فعلي ابدا، وانا عارف انك انت هتخفي وهترجع احسن من الاول. ولاننا احنا سوبر مامز وبايونيك وومن وأقوياء جدا، قوية جدا جدا جدا، عندنا قوة تحمل كبيرة قوي، عندنا احنا بنحارب في كل حاجة وبنقاتل في كل حاجة، متركب فينا 10 فيش بتشتغل في نفس الوقت، عكسكم انتم، انتم فيشة واحدة. ولكن تظلوا انتوا سيسايين، تظلوا انتوا رجالتنا السند بتاعنا اللي محتاجينكم في وقت الشده. تقولوا لي يا حبيبتي انت زي ما انت قمر، ومهما حصل ان شاء الله هتخفي وهترجعي اجمل من الاول كمان.